الحد الادنى للسرعه عالميا 15 كيلومتر في الساعه. الحد الادنى للسرعه عالميا 15 كيلو متر في الساعة. في القرى والحاجات كده حتى لا انا بتكلم عالميا يعني سواء كانت على طول سريع او طول ضيقه او 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 وسط المدينه فهي الحد الادنى 15 كيلو متر في الساعه. بالعكس انت لو قللت عن 15 كيلو متر في الساعه بتاخد مخالفه طبعا وخبر حضرتك. لكن هي الفكره في ايه؟ ان انا بعمل نظام سيستم معين مش هقدر اغيره. مش هقول لك بقى في القانون اصل الدنيا ليل والساعه 12 بالليل ما فيش عربيات ماشيه فجري في الطريق. لا بدليل ان في ناس بتجري على كوبري 6 اكتوبر واحده صباحا واثنين صباحا وعربيات بتتقلب بيهم وشفنا عربيات اتقلبت من على كوبري 6 اكتوبر وموتت ناس. هو الفراغ بيسبب يعني او الفضاء ممكن يسبب حوادث اكتر بالزبط. يعني الواحد بيبقى مطمن ان الدنيا فاضيه فحتى بياخدش باله لو حد جاي من تقاطع او حاجه. انا بتفق مع حضرتك جدا يعني بالزبط. بس احنا بنفهم يعني تقدير السرعات ده على الطرق بيكون بناء على ايه؟ ففي بعض المخالفات مثلا ما اقدرش اتصالح عليها خالص يعني ما خلاص كل المخالفات اللي هي في الشريحه الاولى والثانيه والثالثه اللي احنا ما اتكلمناش فيها لغايه دلوقتي دي فيها تصالح. نقول الشرايح ايه عشان ابقى عارف اللي فيها تصالح. اول حاجه لازم نعرف ان قانون المرور الجديد فيه 50 نقطه. هذه ال 50 نقطه اسمها نقاط التقويم والصلاحيه مقسمه لخمس شرايح. الشريحه الاولى وخصم نقطه ودي غرامتها من 100 ل 200 جنيه. لو ندي امثله عليها ايوه زي ايه؟ عدم وجود المثلث العاكس، عدم وجود طفايه الحريق، عدم التزام بتعليمات وقواعد واداب المرور، عدم ارتداء النظاره الطبيه وقت الحاجه، التدخين داخل اتوبيسات هيئه النقل العام، عدم وضع علامه الاجره على سياره الاجره، كل هذا يعني ايه عدم ارتداء النظاره الطبيه؟ يعني حضرتك دلوقتي مبتدي نظاره طبيه وانت معايا، حضرتك جيت دلوقتي جيت لي انا رئيس وحده الترخيص وجاي تطلع عندي رخصه ولابس لي النظاره الطبيه تمام؟ الكشف الطبي قال لي انت لازم تلبس نظاره طبيه. أيوة. يبقى حضرتك لما هطلع لك الرخصه وانت لابس نظاره طبيه، ما تجيش تسوق لي وانت قال عن النظاره الطبيه، وما تجيش تقول لي اصل انا لابس لانسز. طب وده بيبقى مكتوب حاجه تعرف منين وانما يتحرر له مخالفه؟ ما الرخصه حضرتك بشوف فيها، لو هو في الرخصه مبتدي يعني. نظاره مبتدي نظاره انا عملت ليزك والدنيا بقت زي الفل. لا ارجع تاني للمرور. اصل ده ظابط المرور مش دكتور. ضابط المرور مش دكتور. لابس نظاره شمس بس هي طبيه يعني هيعرفها ازاي؟ لا لو حضرتك هي انا قصدي اقول لحضرتك في حاجات يعني بتبقى يعني احنا بنبقى عايزين نعمل نظام وده حاجه حلوه كلنا نلتزم بيها بس في حاجات بتبقى زياده قوي يعني. النظره ده شيء مهم. أيوة انت دلوقتي طبعا. انت دلوقتي جات لي وطلعت لك رخصه قياده خاصه عشان لابس نظاره طبيه. طب لابس نظاره شمس؟ لابس انا شخصيا عندي نظاره شمس طبيه. لو نظاره شمس طبيه خلاص ماشي مفيش مشكله. لكن احنا بنتكلم اللي هو ما بيلبسش النظاره خالص وهو اصلا متصور بالنظاره. واخبار حضرتك دي شيء مهم يعني رخصته بتقول ان هو يلبس نظاره بس هو مش لابس دي مشكله طبعا. وفي الحاله ديت غرامتها من 100 ل 200 جنيه 200 جنيه ودي فيها تصالح. بتتخصم من النقط برضه وبتتخصم نقطه واحده نقطة. ودي فيها تصالح. النقط دي مدتها قد ايه يا سياده اللواء؟ السنه الترخيصيه اللي هي السنة الواحدة سنة ترخيصية يعني ليه 50 يعني نقطة أنا دلوقتي في السنة مثلاً أنا عشان أقول لحضرتك والمشاهد دلوقتي أنت عندك 50 نقطة أي. جيت في شهر 31/12 من نهاية العام اتخصم منك 49 نقطة يبقى فاضلك نقطة أيوه تيجي بقى في 1/1 السنة اللي بعديها ليك 50 نقطة تمام يعني ترجع لك النقطة الثانية 50 نقطة النقطة اللي باقية دي إيه راحت لا خلاص ما فيش أنا ال 50 نقطة أنا استهلكتهم في أول شهرين إيه اللي هيحصل لا لي؟ في الحالة دي دخلنا بقى في العقوبات. في الحالة دي بيتم تعليق رخصة القيادة وحضرتك بتتوقف رخصتك لمدة 3 أشهر وبتخش المدرسة مرة ثانية لمدة 15 يوم بحد أدنى 5 ساعات يوميا عشان التعليم الفني مرة أخرى لاستقرار رخصة القيادة اللي تم تعليقها. بيجي على الموبايل أنا اتخصم لي كام نقطة وبقي لي كام نقطة عشان أبقى عارف أنا عملت إيه بالظبط. بيجي لحضرتك اتخصم لي كام نقطة. وعلى فكرة الضباط المرور اللي هيكونوا موجودين في الشارع وحاليا موجود معاهم جهاز اسمه بي دي إيه. جهاز البي دي إيه دوت برضه عن طريق هذا الجهاز انا بكشف على لوحه العربيه من غير ما اوقفك. بعرف العربيه دي رخصتها ساريه ولا منتهيه. بعرف العربيه دي مطلوبه امنيا ولا جنائيا. العربيه دي مسروقه ولا مش مسروقه.